عندنا مشاكل بيداغوجية اللي هي تتمثل في أنه عندنا نقص كامل في الكتب، ما عندناش الكتب جملة في تولي ماتير، يعني سرتو احنا بكالوريا ما عندناش كتب جملة واحدة. عندنا نقص في الكراسي، عندنا نقص في التواول، عندنا يعني نسخ بزيت في الليسي، الماكلة ماهيش نظيفة، الماكلة قاعدة تتسرق، المبيت مصر، الوضع ككل ما يسمحش للقراية. يعني احنا مطالبنا اساسا بيداغوجية، احنا مطالبنا بيداغوجية بدرجة اولى. اليوم التلميذ الكفيف في القسم يقرأ من غير كتاب. التلميذ الكفيف اليوم نورمالمون تكون فما مطبعة تطبع له الكتب خصيصا اللي هو، بحكم أن الكتب ما تتباعش في المكاتب بطبيعة الحال. دونك من واجب الدولة أن يتوفر للتلميذ الكفيف الكتاب بدرجة أولى. ثانيا فما بالنسبة للبكالوريا فما دي سكرتير نورمالمون يكونوا موجودين، ونورمالمون في الدورة النهائية لاختبارات البكالوريا باش أوراق المكفوفين يمشيوا كما الأوراق العاديين، يمشيوا بالكتيبة المنظورة. اليوم فما تلاعب في الحكاية هذه، وفما لجنة قاعدة تلعب، وفما ناس مهمش أكفاء هما اللي يخدموا، وفما ناس ما هيش معنية بالأمر هي اللي قاعدة تخدم. اليوم التلميذ الكفيف يشوف أنه فما مصالح وأغراض شخصية، وفما دي سكرتير مهمش قاعدين يوصلوا بالطريقة التي ينبغي أنهم يوصلوا بها. يعني أنا باسمي وبالنيابة على صديقاتي يعني المكفوفات، ولينا عايشين يعني في حالة نفسية وضغوطات نفسية كبيرة، يعني من قبل يعني التحرش هذايا اللي قاعد يصير من قبل القائم العام الداخلي. البنات يعني اللي تحرش بهم ولو في الليل معناها حتى باش يدخلوا معناها باش يهبطوا للمراجعة، يعني ولا حكاية معنا المراجعة الليلية، نحن بالليل يهبطوا باش يراجعوا، يعني يكونوا في خايفين يعني في حالة ضغط وفي حالة نفسية تعبة برشا. يعني لا القيم العام هذا يجي معناها ما يلقاش معناها لي سيرفيونت يعني اللي معانا يعني ويستغل الفرصة يعني. وما نعرفش انا كان احكيولكش زملائي على الطريقه يعني نتاع التحرش. مثلا يعني تمشي طفله باش تسحقوا في حكايه، يعني مثلا تمشي له للبيرو، ولا هو مثلا تسحقوا في حكايه خارج البيرو يطلب منها باش تمشي له للبيرو ويستغل فرصه منهم. صديقتنا ما نجيش نذكر الاسم يعني خاطر بالكش هي ما تحبش، منهم صديقتنا هذه يعني مشيت له للبيرو قالها معناها تكون معايا مريقلة رجل لك أمورك بدخول صديق يعني من زملائنا نحن التلامذة. هو دخل وهي يعني قالت له شنو تقصد مسيو، بدل الحكاية حاط يده على وجهها هكا وقالها ترجل لي أمور معناها تقعد معايا مريقلة رجل لك أمورك. فما زاد حكاية عمناه مشينا الرحلة معناها في الأوتيل، شرب السيد هذايا القائم العام الداخلي شرب معناها سكران ميت، مشى الطفلة قال لها يقوم اشتح معايا ويجبد فيها. فما بالحق برشا شبهات على في برشا في العديد من النقاط. احنا عنا تقريبا ثلاثة جمعات جينا لهنا للوزارة، بعد ما مشينا للمندوبية والمندوبية اعطاوها مذكرة صحح عليها، والمذكرة هذيا فيها اعداد كبير من النقاط اللي يلزموا يكف عليهم، كما معناها التعامل مع التلامذة بطريقة ماهيش هي، كما التهديدات والهرس اللي قاعد يقوم بها مع التلامذة، ولكن هو ما استجابش للنقاط هذيا وبقات نفس المشاكل. جينا للوزارة قابلنا أحد معنا الإطارات والمسؤولين هنا في الوزارة ولقينا نفس الحكاية على أساس على أمل وأساس أنه بعد العطلة باش نرجعوا باش نلقاو المشاكل بدات تتحل. كي رجعنا بعد العطلة نفس الحكاية، بالعكس جينا معناها شكون وحسينا نوع من أنواع التهدئة وجس نبض على أساس أنه ماهوش باش يصير حتى شيء والتحقيق ماهوش باش يتحل.